وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من النجف مدير هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو. أهلا ومرحبا بك سيد ضرغام. يعني سمعت بحديث المواطنين، هم يحملون كامل المسؤولية عن ما حصل في المدينة المائية من حرائق، يعني مليارات الدنانير ذهبت. من المسؤول اليوم وكيف ترد على هذه الاتهامات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولكافة السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة أولا أنا أود أن أواسي أخواننا وأتحمل معهم الألم والأذية التي أصابتهم نتيجة الحرق المفتعل الذي تم بفعل فاعل لغرض استهدافنا الشخصي. طبعا مع الأسف الشديد أنا ما كنت أتصور أنه استهدافي الشخصي يحول إلى أذية المواطنين، خصوصا أنه إحنا مسيرتنا في الاستثمار قد حققت إنجازات في مجالات عدة على قطاعات كافة، القطاعات السكنية، السياحية، الصحية، التعليمية، الزراعية، الخدمية، الترفيهية. والحقيقة قد اتخذنا وطبقنا إجراءات قانونية بحق المشاريع المتلكئة والمخالفة للقانون، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية وتطبيق الأحكام المادة 28 من قانون استثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وقد تم إلغاء والسحب وفرض غرامات 116 إجازة استثمارية. نعم طيب سيد ضرغام، قبل أن ندخل في التفاصيل لو سمحت لي، ذكرت نقطة مهمة جدا. هذا الحريق ذكرت أنه مفتعل، كيف تأكدتم أن هذا الحريق مفتعل؟ هل يعني انتهت التحقيقات إلى ذلك أم أنتم تشكون بأحد معين؟ يعني الحقيقة الحقيقة قبل أيام تم استهداف هذا المشروع من قبل بقنابل قبل أيام، وكذلك بالأمس كان الحادث واضح وخلال معلوماتنا الأولية تشير إلى أنه هذا الحادث بفاعل، والآن اللجان التحقيقية والتدقيقية جاءت تدقق بالإجراءات، وأنا على اتصال مباشر مع الأخوة في الدفاع المدني والأجهزة الأمنية من أجل متابعة ملابسات هذا الحادث. هذا من جانب. الجانب آخر أود أوضح لك وللسادة كافة المشاهدين، منذ تولينا الإدارة لهيئة استثمار النجف منذ 19/6/2016 لحد الآن لم نمنح أي إجازة ترفيهية على مناطق خضراء استنادا لقرار مجلس محافظة النجف. هذا من جانب. جانب بخصوص هذا المشروع تاجكو، احنا لم نمنح الإجازة، تم منح الإجازة عام 2010 من قبل رئيس الهيئة الأسبق، وتم تشغيل المشروع التجاري من قبل رئيس الهيئة السابق، ولم يكن لدينا تدخل في عملية منح الإجازة أو تعديل المخططات، وأن المخططات قد تم مصادقتها من قبل أخوة في مديرية بلدية النجف والأخوة في مديرية التخطيط العمراني استنادا إلى تعليمات وزارة البلديات اللي تخضع المشاريع الترفيهية لمصادقة الدوائر ذات العلاقة وليس لهيئة استثمار تدخل بالمخططات الاستثمارية. هذا من جانب. جانب آخر، عند وصول كتاب من مدير الدفاع المدني بلغنا بأن المستثمر قد خالف التعليمات بإنشاء هكذا فقرات في المشروع، على الفور قمنا باتخاذ إجراءات قانونية وتبليغ المستثمر بإزالة المخالفات موجب كتابنا بالعدد 52/8/2018 استنادا لكتاب مدير الدفاع المدني اللي ورد لدينا في 7/12/2017. ونظرا لعدم إزالة المستثمر المخالفة قد اتخذنا إجراءات قانونية، وقد تم توجيه إنذار للمستثمر، وعند ذلك قام المستثمر بالتظلم من إجراءاتنا أمام السيد المحافظ السابق رئيس الدفاع المدني الأعلى في المحافظة، وقال له أن المخططات قد تم مصادقتها مثل ما تلاحظون من قبل دوائر ذات العلاقة، وأن هيئة استثمار تطلب من عندي إزالة المنشأ وأن المنشأ مصادق من الدوائر المختصة. وبالفعل السيد المحافظ قد وافق باستثناء المشروع من ضوابط الدفاع المدني، وقد قام السيد المحافظ بمفاتحة مديرية الدفاع المدني وأعطى استثناء لهذا المشروع من ضوابط واعتبار مادة السندوشكن بنال
هي مادة خاصة لبناء هذا المشروع. وعلى ضوء ذلك قامت مديرية الدفاع المدني مشكورة بمفاتحة وكالة الوزارة مديرية الدفاع المدني العامة الدائرة القانونية بحدوث وموافقة السيد محافظ على استثناء المشروع. نعم. وقد قامت الدائرة المعنية بإجراء الكشف واتخاذ إجراءات بحق المستثمر. طيب سيد درغام لو سمحت لي، يعني نريد أن نستغل وجودك أكثر لنسأل عن موضوع مادة الساندويتش بانل المشيد عليها هذا المشروع أو المدينة المائية. يعني هناك ملاحظات وإشارات حولها، هي مادة سريعة الاشتعال، لماذا تستخدم في مثل هكذا مشاريع وكيف يصرح بذلك إذا كانت مادة سريعة الاشتعال هكذا وتحدث حرائق فظيعة كما حدث في المدينة المائية أمس؟ نعم نعم أحسنت. الحقيقة هذا سؤال جدا مهم، أود أن أوضح نقطة أساسية. عند تولينا الإدارة لاحظنا أنه تعليمات وزارة البلديات تشترط أن يكون بناء غير ثابت في المناطق الترفيهية، إلا أنه إحنا أصرينا وبلغنا كافة المشاريع أنه ضرورة أن يكون بناء ثابت غير بناء سندويتش بانل وإزالة السندويتش بانل من كافة المشاريع، على الرغم من قيام البلدية بالتأكيد أنه لابد أن يكون بناء غير ثابت. وقد اتخذنا إجراءات قانونية بحق المشاريع اللي تم تثبيت لدينا مخالفات وبناء في السندويتش بانل، ومن ضمنها مشروع مدينة المائية وقد تم توجيه له إنذار نهائي وبعد فترة ولم يزل المخالفة رغم التأكيدات، وهذا برزكم الإنذار النهائي. قمنا بفرض غرامات مالية كبيرة موجب الأمر الإداري، وبلغنا الجهات الرقابية باتخاذنا الإجراءات القانونية بحق المستثمر، كذلك بلغنا محافظة النجف بوقتها موجب كتب رسمية أنه هيئة استثمار حريصة على تطبيق أحكام قانون استثمار مادة 28 من قانون استثمار رقم 13/2006 المعدل باتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المستثمر وإزالة المخالفات وفق القانون. احنا أيضا كلفنا القسم القانوني في هيئة الاستثمار بإقامة الشكوى الجزائية بحق المستثمر وبحق من قام بهذه الأفعال للإساءة لأبناء محافظتنا والأخوة المستأجرين المحلات التجارية. احنا ايضا كذلك ندعو المستثمر الى الاسراع بتعويض اصحاب المحلات التجاريه ولا تحمل كامل مسؤوليته القانونيه امام هيئه الاستثمار وامام الراي العام وامام الاخوه المستاجرين. طيب يعني السيد درغام انا لست بصدد الان التحقيق او المحاسبه، لكن هناك دعوه من النائب هادي السلامي لسحب يد جنابكم من اداره الهيئه في ظل وجود 6 قضايا ضدكم ما زالت قيد التحقيق، كيف ترد على هذا الأمر؟ الحقيقة السيد النائب احنا لدينا معه دعاوى قضائية مستمرة مع الأسف، يخلط بين الأمور القانونية والخلافات الشخصية. انه هيئة الاستثمار سبق وقام السيد النائب مع مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على الموظفين، وقامت الموظفين بتقديم شكوى أمام رئيس البرلمان وأمام قاضي التحقيق باعتداء النائب على الموظفين وعلى الهيئة. وأنا أتمنى من الأخ النائب الابتعاد عن المناكفات وأن يتحمل مسؤولياته القانونية وأن يتعامل بشكل مهني مع القانون، أنه هيئة استثمار النجف تتعامل بشكل وطني وأخلاقي مع كافة المشاريع الاستثمارية. منذ تولينا الإدارة لحد الآن اصطدينا ملفات كبيرة وتحملنا خطورتها ومسؤوليتها أمام المواطن النجفي وأمام نجاح العمل الاستثماري في محافظة النجف. احنا نأسف لتفكير النائب أنه اعتبار رئيس هيئة استثمار النجف أنه خصم له. احنا ليس لدينا خصومة مع أحد، احنا نعمل للجميع، نعمل لأبناء محافظة النجف، نعمل لأن يكون أكو هيئة يحتذى بها تعمل وفق إجراءات قانونية سليمة. على الرغم من التحديات والظروف اللي يمر بها البلد، إلا أن هيئة استثمار قد حققت إنجازات وقد اتخذت إجراءات قانونية بحق المشاريع المتلكة وقد فرضت غرامات وسحبت إجازات 116 إجازة استثمارية رغم التحديات ورغم الظروف. نعم هذه ليست المرة الأولى، لنعود إلى ملف موضوع الحرائق، يعني المرة الخامسة التي ينشب فيها الحريق في المدينة المائية بالتحديد. من الجهة المسؤولة سيد درغام عن ملف الحرائق وما المطلوب منها لحماية الأرواح والممتلكات أيضا؟
الحقيقة بهذا الملف هو مسؤولية المستثمر بالذات، وإحنا بسبق وتم التنسيق مع الأخوة في الدفاع المدني وأجرينا الكشوفات اللازمة والميدانية للمشروع وبلغنا المستثمر بأن يتحمل كامل المسؤولية وإزالة المخالفات، ولدينا دعاوى قضائية مع المستثمر ونحمل كافة التبعات القانونية والمادية بحق تعويض المستأجرين. نعم، كل الشكر لك سيد رغام كيكو مدير هيئة استثمار النجف.